بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 200. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا الشيخ صالح، حياكم الله وبارك فيه. هذا السائل يقول: أريد من الشيخ الله يحفظه أن يشرح لي حديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يسبق عليه الكتاب يعمل بعمل أهل النار فيدخله، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب يدخله. هذا فيه أن الأعمال بالخواتيم، وأن الإنسان إذا ختم له بالخير دخل الجنة، وإن كان فيما مضى من عمره مسيئا، فإذا تاب إلى الله عند وفاته قبل الغرغرة، تاب قبل الغرغرة، فإن الله يقبل توبته ويدخل الجنة. وإذا كان على أعمال صالحة وختم له بشر، ختم له بخاتمة سيئة، انحرف عن الدين، وما أكثر من ينحرفون بسبب الفتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا ختم له بالانحراف عن الدين دخل النار. ولذلك يجب على المسلم دائما وأبدا أن يسأل الله حسن الخاتمة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يتتبع الرخص في الأحكام الشرعية؟ الدين أمانة، أمانة بين العبد وبين ربه، يجب عليه أن يؤديه كما أمره الله ورسوله من فعل الفرائض وترك المحرمات، وما يستطيع من المستحبات وترك المكروهات. هذا أمانة بين العبد وبين ربه. والرخص إنما تجوز عند الحاجة إليها أو عند الضرورة إليها، تستعمل بقدر الضرورة عند الحاجة إليها، مثل المريض يجمع بين الصلاتين، المريض يتيمم إذا لم يستطع الطهارة بالماء، المريض يفطر في رمضان، هذه رخص. المسافر يفطر يقصر الصلاة، هذه رخص شرعية يستعملها عند وقت تشريعها، وقت الحاجة إليها. أما أن يستعملها في غير محلها فلا يجوز له هذا، لا يجوز له هذا، والله لم يرخص له في ذلك، إنما وضع الرخص في أوقات وحالات محددة لا تفعل في غيرها. على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يقوم بما أوجب الله عليه. نعم. هذا السائل يقول: الشيخ، هل صحيح أنه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه بأن من لطم وجهه يحشر مع الأشرار؟ لا أعرف هذا الحديث، ولكن الذي صح هو النهي عن الضرب على الوجه، سواء وجهه وغيره، ضرب على الوجه، الكي في الوجه، هذا هو المنهي عنه. نعم. يقول الشيخ: بالنسبة للتوبة النصوح، ما المقصود فيها؟ الخالصة، النصوح الخالصة الصافية، فالنصح هو الخلوص. قال: لبن ناصح، يعني خالص من الغش. التوبة النصوح هي التوبة الصادقة التي ليس فيها رياء ولا سمعة، المستوفية لشروطها. نعم. يقول: من عليه دين هل يلزمه الحج؟ إذا كان عنده مال يتسع للدين ويتسع لنفقة الحج فإنه يلزمه الحج الفريضة، يلزمه الحج الفريضة. وأما إذا كان المال الذي عنده لا يتسع إلا لسداد الدين أو بعضه فإنه ليس عليه حج. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الذي عليه دين لا يتسع
لنفقة الحج تسديد الدين هذا غير مستطيع يبدأ بالدين، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، حقوق الله جل وعلا مبنية على المسامحة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل الشيخ، أريد أن أستفسر من الشيخ صالح عن إمام المسجد ومن به حدث دائم، هل يقدم في الصلاة وغيرها؟ لا يقدم من به حدث دائم إلا بمثله، لمن حدثهم دائم. أما أن يكون إماما للأصحاء فلا يجوز، لأنه فاقد لشرط من شروط الصلاة عذر فيه لعجزه عن القيام به، ولكن لا يكون إماما للأصحاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الثاني، هل هناك شروط في نقل الفتوى لمن أفتى في مسألة شرعية ونقلها إلى الآخرين؟ أول شيء يحال السائل للعلماء، ولا ينتظر من ينقل له الفتوى، بل يذهب هو إلى العلماء أو يتصل بهم يسألهم، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأن النقل يدخله ما يدخله من الخطأ ومن عدم التأكد، أو يكون الفتوى في غير هذه الحالة تنزل في غير حالتها، فلا تنقل الفتوى إلا عند الحاجة. إذا لم يوجد من يفتي ولا يمكن الاتصال بأهل العلم، فإنك تذكر للمحتاج إني سمعت أو قرأت لفلان فتوى في كذا، إذا كانت تنطبق على حالة هذا الشخص. وأيضا لا بد أن يكون هذا المفتي ممن يوثق بعلمه ودينه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل، ما الحكم شيخ في صلاة الجنازة إذا كانت في مكان خارج سور المقبرة التي تكون في قبلة المصلين؟ نعم، الصلاة على الجنائز صلى عليها خارج المقبرة ويصلى عليها في داخل المقبرة، هذه مستثنات منه. وأما بقية الصلوات فلا تصلى داخل المقبرة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور. أما صلاة الجنازة فيصلى عليها في المقبرة أو على القبر، قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم. يقول، ما حكم إعطاء أو بيع ماء زمزم والحبة السوداء للآخرين؟ طيب، بذل ماء زمزم والحبة السوداء والأشياء النافعة بذلها للمحتاجين فيه خير وفيه أجر. نعم. يقول، ما حكم قول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم عند بدايتنا للقراءة، وهل هذا وارد في السنة؟ نعم، قال الله سبحانه وتعالى، إذا قرأت القرآن أستعذ بالله من الشيطان الرجيم، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا قلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلا بأس، الله جل وعلا قال فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نعم. نواف يقول، يا شيخ، بالنسبة للعقيدة هل تبنى على غلبة الظن؟ العقيدة، العقيدة تبنى على الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة، لا تبنى على الظن، تبنى على الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة. نعم. له سؤال آخر بالنسبة، يقول، لبناء المساجد إذا كان المال من مال حرام. لا يجوز بناء المساجد من المال الحرام، بل تصان المساجد وتطهر عن المال الحرام. نعم. الأخ مراد يقول، هل تعتبر زوجة والد زوجتي من محارمي؟ لا، ليست من محارم. زوجة والد زوجتك، نعم نعم، ليست من محارم إلا إن كانت هي أم زوجتك أو جدتها، ما إن كانت زوجة أخرى لوالد زوجتك فليست محرما لك. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول، ما الأسباب المعينة على إصلاح السرائر؟ تقوى الله سبحانه وتعالى، واستحضار الوقوف بين يديه، استحضار الحساب، العرض والحساب. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل فضيلة الشيخ يقول بأنه شاب في 25 من العمر ويرغب من الزواج من فتاة، يقول ولكن شقيقي قد رضع معها. لا مانع من ذلك، إذا لم ترضع أنت معها وإنما هي أخت لشقيقك فلا مانع من ذلك، لأن الرضاع لا يسري عليك ولا تنتشر الحرمة عليك. نعم. يقول هذا السائل أبو عصام، من الذي حدد المواقيت فضيلة الشيخ؟ إيش أي المواقيت؟ المواقيت المكانية. المواقيت المكانية حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، لأهل اليمن يلملم، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل المدينة ذو الحليفة، حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول هذا السائل الشيخ، كيف يصلي الشخص المريض إذا كان جالسا على كرسي، هل هو
بإيماء؟ إذا كان لا يستطيع السجود هو في الركوع يومي إيماء، أما في السجود فيسجد على الأرض، ينزل عن الكرسي ويسجد على الأرض إذا كان على الأرض إذا كان يستطيع ذلك. إن كان لا يستطيع السجود على الأرض فإنه يومئ للسجود برأسه ويكون أخفض من الإيماء للركوع. والإيماء يكون بالرأس، لا يكون الإيماء بالأصبع أو باليد كما يقول بعض العوام. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخ السائل يقول: أيهما أفضل يا شيخ، قراءة القرآن على القبور أو الدعاء للميت عند قبره، وما حكم قراءة القرآن في ذلك؟ قراءة القرآن عند القبور بدعة، ليس فيها أجر بل فيها إثم، لأنه لم يرد بذلك دليل. أما الدعاء للميت عند القبر هذا مشروع، أن تزوره وأن تسلم عليه وأن تدعو له، أو بعد الدفن تقف على قبره وتستغفر له، تسأل الله له التثبيت، هذا كله وارد لا بأس. دعاء للميت عند قبره هذا أمر مشروع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: الأخ سوداني مقيم بجدة، هل ورد أن السلف كانوا يحتفلون عند دخول رمضان، وما المشروع عند دخول أول ليلة من هذا الشهر الفضيل؟ المشروع الدعاء: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال خير ورشد. يدعو، هذا ما يسمى بالاستهلال. كان صلى الله عليه وسلم يدعو عند رؤية الهلال. والمشروع استقبال رمضان بالفرح والسرور والاغتباط، وصلاة التراويح في ليالي رمضان، والإكثار من تلاوة القرآن، الإكثار من التوبة والاستغفار، شغل الوقت بطاعة الله، هذا المشروع في رمضان من أول ليلة إلى آخر ليلة. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخ أبو خالد يقول: فضيلة الشيخ، أنا أحب قراءة التفسير فأقرأ بتفسير ابن كثير، ما رأيكم فيه؟ شيء طيب. تفسير ابن كثير تفسير موثوق وحافل بالعلم والأحاديث والآثار، تفسير السلف الصالح، وهو تفسير جليل. نعم. يقول: أسأل عن الآية الكريمة: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. نعم. الشيطان يحبب للمسلمين شرب الخمر والتعامل بالميسر وهو القمار، لأن هذا يضرهم، فهو يريد لهم الضرر ويريد إضلالهم والعياذ بالله، ويريد أن يصدهم عن الصلاة، عن ذكر الله، يصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة. هذا مقصود الشيطان من الخمر والميسر، وعلى المسلم أن يتجنب الخمر والميسر وسائر المحرمات. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: لدي أرض سكنية وأرغب في بيعها، ولكن لم تتجاوز القيمة المبلغ الذي أريده، فهل عليها زكاة؟ وبالنسبة للأراضي التي عندي منذ سنوات لم أزكيها فضيلة الشيخ، وأنا أرغب في بيعها. كل ما تنوي بيعه من السلع، من بيوت أو من أراضي أو غيرها أو سيارات، كل ما تنوي بيعه فإنه يكون من عروض التجارة، تثمنه عند نهاية السنة وتزكيه بإخراج ربع العشر من قيمته المقدرة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول في سؤاله الثاني: بالنسبة للمسافر إذا وصل إلى مكة في رمضان وهو صائم، هل يفطر ليتقوى على أداء العمرة؟ نعم، هو مسافر، ما دام أنه خارج بلده ولم يرجع إلى بلده فهو مسافر في مكة وفي غيرها، إلا إذا نوى إقامة تزيد على 4 أيام فإنه يكون مقيما، وأما إذا نوى إقامة يسيرة أو بقدر ما يؤدي العمرة فإنه مسافر، له أن يفطر. نعم. يقول: ما حكم من جمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة وكان في سفر ورجع إلى بيته في الرياض الآن، هل يعيد؟ لا يصح ولا يجوز جمع العصر مع الجمعة، لأن هذا شيء لم يرد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجمع رخصة تعتمد على الدليل، والأصل أن كل صلاة في وقتها، ولا يجوز الجمع إلا بدليل شرعي، ولم يرد أنها تجمع صلاة العصر مع الجمعة. نعم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، يتأخر كثير من الناس عن صلاة الجمعة ويأتون عند دخول الخطيب، فحدثونا عن فضل ذلك، ومتى تبدأ الساعة الأولى يوم الجمعة؟ الأفضل للمسلم أن يبكر صلاة الجمعة ويحضر مبكرا وينتظر الصلاة ويقرأ القرآن ويأتي بنوافل من الصلاة، هذا أجر عظيم. الصلاة الأولى تبدأ من، قال بعضهم تبدأ من الفجر، بعضهم قال تبدأ من طلوع الشمس، فعلى المسلم أنه يبكر لصلاة الجمعة. وأما إذا تأخر إلى أن يدخل الإمام أو إلى أن تنتهي الخطبة أو تذهب الركعة الأولى فهذا نقص عظيم، تصح جمعته لكن
يحصل نقص عظيم في أجره. نعم. جزاكم الله خيرا. أخيرا فضيلة الشيخ يسأل ويقول: هل غسل يوم الجمعة عام للرجال والنساء أو هو خاص للرجال؟ الذين يذهبون لصلاة الجمعة، الذين يذهبون هو لأجل الاجتماع وقطع الروائح والنظافة، الذين يذهبون لصلاة الجمعة يغتسلوا لأجل النظافة، هذا سنة مستحب. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا فضيلة الشيخ سائل يقول: ما حكم تأخير زكاة الذهب، وما هو القول الراجح فيه زكاة الذهب؟ الذهب الذي يعد للقنية أو للتجارة هذا بالإجماع فيه الزكاة، وأما الذهب التي تعده النساء للزينة والحلي هذا ليس فيه زكاة عند جمهور أهل العلم، نظرا لأنه من الملبوسات والمستعملات وليس للنماء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا الأخ يقول: بالنسبة لصلاة الفجر الوتر، ما عدده وما حكم ترك الوتر مع القدرة عليه؟ الوتر سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم، سنة مؤكدة، إذا تركه فلا إثم عليه، وإذا فعله كان له أجر، وأقله ركعة واحدة، وأكثره 11 ركعة أو 13 ركعة، وأدنى الكمال 3 ركعات. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخ عبد الله له مجموعة من الأسئلة يقول: ما معنى حديث اتقوا الملاعن الثلاث، وما المقصود بالملاعن؟ ملاعن الثلاث قارعة الطريق والظل الذي يستظل به الناس، وموارد المياه، حافة النهر وحافة الغدير أو حافة البير، موارد المياه، من قضى حاجته فيها وتغوط فيها أو تبول فإنه يستحق اللعنة، سميت ملاعن لأن الناس يلعنونه على ذلك لأنه آذاهم. نعم. يقول السائل: يا شيخ، هل يجوز الإسراء لإدراك الركعة مع الإمام في صلاة الجماعة؟ يكره الإسراء، يمشي عليه السكينة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، امشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. نعم. الأخت ليلى تقول: رأيت امرأة في الحرم تصلي بالنقاب والقفاز، ونصحتها فلم تعرني اهتمام، فما الحكم في صلاتها؟ النقاب والقفاز لا يصلح للمحرمة، أما غير المحرمة كونها تلبسه عند الخروج للحرم وغيره هذا هو الواجب، وإن سترت وجهها بالغطاء والشيلة فهذا أحسن وأتم. نعم. يسأل فضيلة الشيخ الأخ عن دعاء الاستفتاح، هل هو بصيغة واحدة، وإذا استمر الإنسان في صيغة واحدة في صلواته؟ إذا استمر الإنسان على صيغة واحدة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بأس، وإن أتى بما ورد من أنواع الاستفتاح مرة كذا ومرة كذا بالاستفتاحات الواردة هذا شيء حسن. نعم. يقول: تقول الأخت السائلة بأنها ملتزمة بشريعة الله وبالأوامر الشرعية، ولكنها تعاني من كثرة الوساوس وخصوصا عند الوضوء والصلاة، ما الذي يبعد ذلك عنها؟ ذكر الله، تكثر من ذكر الله والاستعاذة من الشيطان، ثانيا ترفض الوساوس، لا تستسلم لها ولا تهمها، ترفضها رفضا تاما وتمضي في وضوئها وطهارتها وفي صلاتها تمضي فيها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، بعض الكفلاء عندنا قد يتأخرون في دفع رواتب عمالهم، هل في ذلك ضرر على هؤلاء، وهناك ضرر على هؤلاء العمال لأنهم يريدون أن يرسلوا ذلك إلى أولادهم؟ هذا ظلم والعياذ بالله، يعني تأخير أجور العمال أو غيرهم هذا ظلم له، قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه، وجاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون خصما يوم القيامة لمن استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه أجرا. نعم. أخيرا نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة يقول: من يشق عليه وضع الجبهة على الأرض، هل يضع كفيه ويكفي أم لا بد من ملامسة الجبهة لموضع السجود؟ السجود يكون بالجبهة واليدان تابعة للجبهة، فإذا عجز عن السجود على الجبهة فإنه لا يضع يديه، ولو السجود ليس باليدين وإنما هو بالجبهة مع الإمكان، إذا لم يمكن فإنه يومئ بالسجود برأسه ولا يضع يديه. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على تواصلكم معنا في هذا البرنامج، وشكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.